السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الضغط ومصطلحات الضغط، الضغط المطلق والضغط الجوي والضغط مثلا التخلخل إذا أو الضغط المثالي، الفراغ العفو المثالي، زين، وعرفنا أنه شلون الوحدات مالته وشلون نحول من الضغط المطلق إلى الضغط الجيج بريشر، ضغط المقياس، ومن الضغط المقياس إلى الضغط الجوي. اليوم راح ناخذ انه شلون نقيس الضغط، يعني شنو طرق قياس الضغط. طبعا الانسان خلال مسيرته بدا يبتكر بعض الاجهزه، او خلينا نقول بعض الاليات اللي من خلالها ممكن انه يقيس الضغط. فاول ما اكتشف انه في شيء اسمه الباروميتر، الباروميتر وايضا المانوميتر، المانوميتر ايضا بانواع اللي هي البيزوميتر، مانوميتر بشكل حرفي يسموه يوتيوب مانوميتر، المانوميتر التبايني، ديفرنشال مانوميتر، المانوميتر المايل سيل ديكلايند مانوميتر. زين، فهسه راح نجي ناخذ اول شيء الباروميتر اللي هذا امامكم باللون الاخضر، خلينا نعرف شنو معناته. كن دكتور طلاب، الان عندنا اول طريقه من طرق قياس الضغط هي الباروميتر. الباروميتر هو عبارة عن أنبوب زجاجي مثل ما تشوفون أمامكم، أنبوب زجاجي هذا يكون مفرغ من الهواء، عادة يملأ بالزئبق. شلون نفرغه من الهواء؟ نملأ كله بمادة معينة، بسائل معينة، وليكن هو الزئبق. وبعدين هسه تعرفون ليش نستخدم الزئبق ما نستخدم سائل آخر. عندما أملأ هذا الأنبوب بالزئبق فراح يكون مفرغ من الهواء. طبعا بالعادة يكون مفتوح من أحد طرفه، هو الطرف اللي يكون مغمور بالخزان، بعد ما أملي بالزئبق أغمره بالخزان من الطرف المفتوح. طبعا هذا الطرف المفتوح ممكن أغلقه وممكن أفتحه، أما الطرف الآخر فيكون مغلق بشكل تام. هذا بعد ما أملي بالزئبق وأتأكد أنه يكون خالي من الهواء، أغلق هذه الفتحة ويغمر هذا الأنبوب في الخزان المحتوي أيضا على زئبق. بعد ما غمره فافتح هذه الفتحة فراح يبدأ السائل بالانخفاض بفعل وزنه، بفعل وزنه راح يبدأ بالانخفاض لغاية وصوله الى حد معين ويستقر عند مستوى معين. يقول يقل ارتفاع السائل فيه حتى يصير ضغط عمود السائل، ضغط عمود السائل ايش يقصد به؟ يقصد به الرو جي اتش، هذا المقصود به ضغط عمود هذا السائل. الرو هي الرو ما الزئبق، زين، والجي تعجيل أرضي، والارتفاع الاتش هو هذا ارتفاع عمود الزئبق، إلى أن يصير الضغط هذا مكافئ للضغط الجوي، هذا الضغط الجوي الخارجي اللي هو خارج الأنبوب. هاي النقطة هنا، هاي النقطة هنا تكون معرضة إلى شنو؟ إلى ضغط عمود الزئبق، ضغط عمود الزئبق. فرح طبعا عندما يكون الزئبق مملوء هذا راح يكون الضغط، فالضغط معين هنا يبدي ينخفض 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 الى ان يصل ضغط هنا مرحله معينه يتوقف. احنا ايش قلنا؟ قلنا السائل يتوقف جريانه عندما يكون فرق الضغط صفر. ففرق الضغط يعني شنو؟ يعني عندي الضغط الجوي هنا بي اي، وعندي ضغط عمود الزئبق، ضغط عمود الزئبق هذا اللي هو ارتفاعه اتش عند هاي النقطه، نسميه شو تريد تسموه؟ مثلا نسميه بي 2، هذا هنا بي 1 مثلا او بي 0 كيفكم. بقى شنو عندنا؟ بقى عندنا هاي النقطة اللي هي بي 1، بي 1 هنا النقاط اللي تكون على سطح الزئبق هنا، ايش قد الضغط عندها؟ الضغط صفر. ليش؟ لأنه هذا راح عندما ينزل الزئبق للأسفل هذا راح تكون منطقة فراغ، ما بيها كل شيء، ما بيها هواء، منطقة فارغة، يعني ضغط صفر، صفر ضغط جو، صفر العفو مقدار الضغط هو صفر، فراغ مثالي. لكن مثل ما تعرفون الزئبق سائل، والسائل ممكن يتبخر، فيبدي السائل يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، أي يتبخر، فيصير هنا عندي بخار الزئبق بكمية قليلة، بخار الزئبق هنا يصير عندي. هذا البخار بطبيعة الحال بضغط معين، وإن كان ضغط جدا قليل فيكاد يهمل. زين، إذا صار عندي إن الضغط عند أي نقطة على سطح الزئبق هنا يكون الضغط مالتها صفر، هنا أي نقطة هنا ضغطها صفر. هذه النقطة إحنا يمكن يعني صار في سوء فهم أثناء شرح المحاضرة، هاي النقطة ضغطها مو صفر، هاي النقطة ضغطها يكون مساوي لضغط عمود الزئبق هذا.
يعني رو جي اتش، ايش قد يكون كثافة الزئبق مضروبة في التعجين مضروبة في الارتفاع. الضغط الجوي هو شنو؟ البي اي اللي يكون مسلط من الخارج. طبعا عندما يستقر الزئبق، عندما يستقر الزئبق عند مدى معين للفرص هذا، فيكون الضغط عند النقطة P2 مساوي تقريبا لمن؟ إلى الضغط الجوي. ليش قلنا تقريبا؟ لأنه هو بالحقيقة شنو عندنا؟ عندنا الضغط P1، هاي هنا P1 هو ضغط بخار الزئبق على سطح على سطح الزئبق. هذا واحد تجمع ويا ضغط الزئبق نفسه اللي هو شنو؟ ال P2، هذا الرو جي اتش، هذا كله ضغط عمود هذا السائل يسموه P2. زين، هذا المفروض شو يساوي؟ يساوي لي P A، لكن بما انه هذا قليل جدا فشو نقول؟ نقول P2 تقريبا تساوي ال P A. فصار عندي هسه، خلي اعيد لكم اياها بشكل ارتب، او خلينا نقلب الصفحة حتى نشوف اكو رسم اخر او معلومات اخرى، حتى بعدين اكو رسم اخر في الصفحة في السلايد القادم ان شاء الله حاضر لكم اياها بشكل اوضح. بس خلينا نشوف المعلومات الموجودة. يقول بعد انخفاض مستوى السائل في الانبوب، بعد انخفاض مستوى الانبوب كان مملوء، انخفض يقول وصل الى حد معين، هاي المنطقة حصير منطقة فراغ لانه ما بيها منفذ لدخول الهواء من الخارج، فمنطقة فراغ. تحدث منطقة فراغ في أعلى الأنبوب، يكون الضغط فيها صفرا، طبعا تقريبا صفر إذا أهملنا ضغط بخار الزئبق، والصفر هذا مساوي للضغط عند أي نقطة على سطح السائل الحر للسائل الملامس لمنطقة الفراغ. المقصود بهذا السطح الحر للسائل، هذا السطح الحر للسائل، أي نقطة على هذا السطح راح تكون الضغط عندها صفر تقريبا. هاي راحت. بعدين شو يقول؟ يقول ان الضغط عند اي نقطة داخل الانبوب وفي مستوى سائل الخزان، طبعا هاي هنا المفروض شنو؟ ما نقول صفر، هاي معلومة خاطئة. هنا يكون اي يعني ان الضغط عند اي نقطة داخل الانبوب، هذا الانبوب، هاي حدود الانبوب، وفي مستوى سطح الخزان يعني هنا يكون هاي طبعا معلومة خاطئة، المفروض يعني تتعدل. هاي الضغط هنا عند هاي النقطة راح يكون رو جي اتش، رو جي اتش عند هاي النقطة، هذا نسميه بي 2 لنفترض بي 2. زين، هذا المفروض يساوي الضغط الجوي اللي هو البي اي، الضغط الجوي المسلط على سطح السائل واللي هو خارج الانبوب مو ضمن الانبوب، يعني ضمن الانبوب قلنا رو جي اتش. زين، يقول من الجدير بالذكر ان الفراغ الموجود في اعلى الاسطوان لن يكون فارغ تماما، حكيناها هاي، يحوي على جزء من بخار السائل اللي هو الزئبق وله ضغط مقداره بي في، هذا نرمز له بالرمز بي في مثلا، اللي ضغط بخار الزئبق واللي يكون قليل جدا. خلينا نشوف هذا الرسم راح يفصل لنا الامور كلها. البي في او البي 1 هنا مسميها تساوي تقريبا صفر باهمال شنو؟ ضغط بخار الزئبق. هاي راحت. نجي الضغط النقطة هاي شو تساوي؟ تساوي للضغط الجوي. ليش؟ لأنه بعد ما استقر الزئبق الضغط مالته راح يساوي لضغط عمود الزئبق هذا ال H، يساوي لي رو جي H، وعندي منه أيضا ضغط جوي. فبما أنه الزئبق استقر ما بي حركة معناتها فرق الضغط يساوي صفر. يعني شنو فرق الضغط يساوي صفر؟ يعني الضغط عند النقطة هاي مساوي للضغط عند أي نقطة من نقاط السائل، وإلا لو كان غير متساوي مثلا لنفترض أن الضغط الجوي أعلى من الضغط عند هاي النقطة، إيش راح يسوي؟ السائل راح يبدي بالحركة بهالاتجاه، مو صحيح؟ لو كان الضغط الجوي الخارجي أعلى من الضغط داخل الأنبوب، وإذا كان بالعكس الضغط داخل يعني عند هاي النقطة كان أكثر، فالسائل راح يستمر بالجريان شنو؟ إلى خارج الأنبوب لغاية تساوي الضغوط. وهذا بالفعل ما هو يحصل عندما تكون الأسطوانة مملوءة. عندما تكون الأسطوانة مملوءة راح يكون شنو؟ وزن عمود الزئبق، يعني أقصد ضغط عمود الزئبق راح يكون أعلى من الضغط الجوي، فراح يبدأ الزئبق يسوي ينخفض إلى أن يصل إلى مرحلة بحيث يكون ضغط عمود الزئبق مساوي للضغط الجوي. والآن فلهذا تشوف انه الجريان يعني يتوقف الجريان.
فصار واضح طلاب أني أثناء المحاضرة ربما يعني حكيت في المعلومة قد تكون خاطئة، وهي قلت أنه الضغط عند هاي النقطة صفر، هو غلط. الضغط عند هاي النقطة مو صفر، يكون الضغط مساوي لضغط عمود السائل الموجود داخل الباروميتر. زين، ملخص لهذه الشغلة بس راح يقول الضغط الجوي اللي أنا أريد أحسبه اللي هو البي أي هنا مسميه أو البي أتموسفير نفس الشيء، راح يساوي لي الرو جي اتش اللي هي وين الضغط عند هاي النقطة، أجمع وياه يا ضغط الضغط الموجود هنا واللي هو تقريبا يساوي صفر، يعني هو بيفد قيمة لكن قيمة جدا قليلة. خلنا نجي ناخذ هذا المثال. يقول احسب ارتفاع عمود السائل في باروميتر. ايش بيه هذا الباروميتر؟ معرض للضغط الجوي، يعني هاي منه مسلط عليه. خلي امسح هاي التفاصيل حتى نبدأ نحل السؤال. باروميتر يقول معرض للضغط الجوي، يعني هذا معرض الى الضغط الجوي مثل ما تشوفون امامكم. الضغط الجوي مطي قيمته بالكيلو باسكال، طبعا 101.325 كيلو باسكال. زين، يقول باستخدام ماء كثافته 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، يريد عمود السائل مره السائل اخذه ماء ومره شنو اخذه زئبق، ونشوف شنو هل اكو فرق او ماكو ام لا يوجد فرق بارتفاع عمود السائل. زين، يقول السائل ماء كثافته شنو 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، اما الزئبق فمطينا كثافته النسبيه هنا، لازم تنتبهون جيد. بعدين شو يقول ثم علل استخدام الزئبق وعدم استخدام الماء في البارومترات. بعد ما نحل راح نتوصل الى فد معلومه جديده راح نعرف من خلالها انه ليش استخدم ماء زئبق وما استخدم ماء. خلينا نجي نكتب المعطيات. احنا قلنا كل سؤال رياضي المفروض نكتب المعطيات حتى لا ندوخ وندور يعني بمنطق السؤال. نجي على اول شيء، احسب ارتفاع عمود السائل. اذا يريد الاتش في باروميتر معرض للضغط الجوي، الضغط الجوي اللي هو بي اي او بي اي تي ام يعني الاتموسفير، ايش راح يساوي لي؟ مطينيها 101.325 بالالف كيلو باسكال. زين، باستخدام ماء كثافته 1000 كيلوغرام، يعني منطيني الرو للاتش 2 او للماء، ايش قد 1000 الوحدات ضروري اكتبها حتى بعدين اعرف احتاج تحويل لو ما احتاج تحويل، كيلوغرام على المتر المكعب. وزئبق كثافته النسبية 13.6، الكثافة النسبية specific gravity اللي هي يرمزوا لها بالرمز SG ونكتبها لل HG يعني للزئبق. ال SG للزئبق شو تساوي لما اعطينيها 13.6؟ ايش شنو وحداتها؟ الكثافة النسبية تكون خالية من الوحدات. ليش؟ لانه مثل ما تعرفون ال SG من جاية من كثافة اي مادة على كثافة الماء، فكثافة على كثافة الوحدات راح تختصر راح تصير بدون وحدات. زين، هذا القانون خلوه ببالكم حتى احنا شو نريد الكثافة النسبية ما تخدمنا. نقول ومن عندها الرو المل للزئبق، لانه احتاج الرو مال الزئبق يساوي بما انه طرفين بوسطين هنا، نفترض هنا عندي زئبق اتش جي، فالرول للزئبق ايش راح يساوي؟ الكثافه النسبيه للزئبق مضروبه في كثافه الكتليه المن للماء، وبذلك راح احصل انه اقول ويساوي 13.6 في 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، فراح يطلع لي 13600 كيلوغرام على المتر المكعب. زين، هسه لهنا انا بعد معطياتي كملت، هسه اجي احل السؤال اشوف شنو اللي اريده. خلينا نجي نكتب اول شيء بالنسبه الى الماء، بالنسبه لل H2O ماء شلون راح نطلع الارتفاع. خلينا نجي نشوف هو القانون مالتي شو يقول. هذا القانون مالتي مو صحيح، امشي عليه واشوف لوين يوصلني. يقول ال PA اللي هو ال P اتموسفير ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي الرو المن، اول شيء نشتغل على الماء، رو جي H زائدا ال PV. بما انه بالسؤال ما منطيني ال PV، اذا شو اعتبرها اني؟ اعتبرها صفر، لانه هي بالنتيجة قيمة جدا قليلة. زين،
إذن الـ pH راح يساوي لي rho gh بعد ما شنو أهملت ضغط بخار الزئبق. زين نجي هسه نطبق الرو مال ما ايش قد مطيني اياها الف، هكتبها 10 اس 3 على مود المكان، الف كيلوغرام نا كيلوغرام على المتر المكعب، حتى جوا نشوف الوحدات تبدلها لو لا. في التعجيل ايش قد 9.81 شنو وحدات التعجيل؟ متر على الثانيه تربيع، مضروبه في شنو؟ في الاتش اللي انا اريدها الاتش للماء. ال pA مطيني اياها لو لا؟ نعم مطيني اياها. ايش قد؟ 101.325 شنو؟ كيلو باسكال. السؤال هل يجب تحويل الكيلو باسكال الى باسكال ام يبقى على حاله؟ خلينا نجي نشوف هنا، انتبهوا وياي هنا، هنا حاجي اكتبها. خلينا نجي نشوف الكيلو باسكال منين جاي؟ الباسكال هو منين جاي الباسكال؟ الباسكال يساوي نيوتن على المتر المربع. الكيلو باسكال معناتها كيلو نيوتن على المتر المربع. لهنا ماشي الامور، ماشي الامور. هذا الطرف الايسر، الطرف الايمن هذا ابو الرو جي اتش، الوحدات مالته ايش راح تصير؟ طبعا هاي هنا عندي الاتش متر. فخلينا نجي نشوفها، كيلوغرام في متر على الثانيه تربيع، كتله في التعجيل، كتله في التعجيل شنو يعني؟ قوه. كيلوغرام في متر على الثانيه تربيع شو يساوي لي؟ كيلوغرام في متر على الثانية تربيع يساوي لي نيوتن، اسم الدلع مالته نيوتن. إذا هاي نيوتن، زين هاي المتر راح تختصر ويا التكعيب تصير متر تربيع هنا، فنيوتن على المتر المربع، وعندي هنا كيلو نيوتن على المتر المربع، هسه الطرف الأيسر صار كيلو نيوتن على المتر المربع هذا، والطرف الأيمن بعد ما صفي الوحدات راح يصير نيوتن على المتر المربع، إذا شنو يجب التحويل أم لا يجب؟ الجواب نعم يجب التحويل، لأنه الكيلو نيوتن لا يمكن التعامل معها بنفس الـ يعني بنفس الاعتبار بالنسبة للنيوتن. فالمفروض هذا أضربه في شنو؟ في 10 أس 3 حتى أحوله إلى نيوتن، أو إلى يعني نيوتن على متر مربع أو إلى باسكال. زين بعد ما أسوي طرفين بوسطين الـ H إيش راح يساوي لي؟ حساوي لي الـ pA بعد ما حولناها. طبعا هنا الـ pA يعني صارت تشبه الباسكال بس مو مشكلة، الـ p يعني هذا أقصد به الـ p أتموسفير، هنا صارت نفسها الـ pA مقسومة على شنو؟ على الـ rho g. rho g إيش قد قيمتها الـ pA؟ هو مطيني إياها 101.325 في 10 أس 3، أقسمها على 10 أس 3 كثافة الماء في 9.81. 10 أس 3 راح أقدر أختصرها ويا 10 أس 3، فأقسم هذا المقدار على 9.8 راح يطلع لي فد رقم. خلي نشوف إيش قد يطلع. راح يطلع الناتج، الناتج راح يطلع تقريبا 10.32 بالمية، 10.32 بالمية متر، متر راح يطلع الناتج بالمتر. ليش متر؟ لأنه عندي الفوق نيوتن، هذا هنا كتبه النيوتن على المتر المربع الباسط عندي، المقام ايش عندي؟ عندي متر على الثانية تربيع، مو صحيح؟ متر على الثانية تربيع. فهنا شنو اللي راح يصير؟ وبعد شنو عندي؟ من يقول لي بالمقام؟ بالمقام احنا صح اختصرنا ال 10 اس 3، هاي ال 10 اس 3 لكن وحداتها موجوده. فاذا شنو عندي ايضا؟ عندي كيلوغرام، هنا حكتبها كيلوغرام على المتر المكعب. فنجي كيلوغرام في متر على الثانيه تربيع، هذا شنو؟ نيوتن، راح يروح ويا هذا لنيوتن. ايش بقى عندي؟ بقى عندي متر تربيع، هيك هنا حكتبها حتى تصير واضحه، متر تربيع على متر تكعيب. العفو آسف، مو متر تربيع، واحد على المتر المربع، لأن هذا مقام متر تربيع. زين فواحد على المتر المربع مقسوم على واحد على المتر المكعب، فهاي تختصر ويا التكعيب، والمتر هو مقام، المقام يصعد بسط، فيصير الوحدات متر، وهي وحدات الارتفاع، وحدات الارتفاع. زين بعد ما كملت
حسابات الماء وشفتها شقد بسيطة وسهلة، راح امسحها حتى نحل بالنسبة الى الزئبق. هسه الماء حفظته شقد الارتفاع مالته 10.32 متر. خلينا نشوف الزئبق شقد يطلع. خلينا نشوف الزئبق شقد يطلع. خلينا نجي نحسب حساباتنا للزئبق. نجي الزئبق خلينا نكتبه هنا حتى نعرفه، نكتب H G، هذا رمز الكيميائي للزئبق او ميركوري تريتكت بكيفك. زين ال H G شنو الحسابات مالته؟ هذا القانون مالتي، هذا اجي اكتبه. ال P A ال P اتموسفير اللي هي شو تساوي لي؟ تساوي لي رو G H زائدا ال P V. ال P V قلنا نفسحها لانه ما مطينيها بالسؤال وهي مقدارها جدا قليل فنهملها. زين الرو هنا مو مال ماء، ما الزئبق يريدها. الجي نفسه تعجيل ثابت، الاتش ما الزئبق، فنجي الاتش ما الزئبق مجهول، هذا معلوم نفسه. فاجي اكتب 101.325، قلنا نحولها الى شنو؟ الى باسكال اللي هي نيوتن على المتر المربع، بدلا من الكيلو باسكال واللي هي شنو؟ كيلو نيوتن على المتر المربع، حتى تتناسق الوحدات في كلا الطرفين. زين يساوي الرو طلعناها هنا 13600 كيلوغرام على المتر المكعب. ليش 13600؟ لانه هو مطيني النسبيه، اضربتها في كثافه الماء. هنا هاي كثافه الماء، يعني هاي هو مطيني الكثافه النسبيه، اضربتها في كثافه الماء طلعت لي كثافه الزئبق الكتليه. زين مضروبة في شنو؟ في التعجيل اللي هو 9.81، مضروبة في الارتفاع اللي أنا أريده. هسه أجي بعد ترتيب المعادلة طرفين وبسطين، راح يصير ال H لمن ال H للزئبق، يساوي لي 101.325 في 10^3 تقسيم 13600 في 9.81. ايش راح يساوي لي؟ طبعا الوحدات ما راح اعيدها، نفس اللي حكيناه بالنسبه للماء. راح يساوي لي هنا 0.7076 تقريبا متر، وهو ما يعادل 76 سنتيمتر من الزئبق. فلاحظوا الفرق بين الماء، احتاج حتى احتاج عمود ماء مقداره 10.32 متر، يعني تقريبا 10.3 متر لكي يعادل الضغط الجوي، في حين عند استعمال الزئبق احتاج فقط عمود زئبق مقداره 76 سنتيمتر، اي ما يعادل 3/4 المتر. ففرق كبير، يعني انا من استخدم باروميتر ما احتاج انه استخدم ماء، لانه الماء راح يسبب لي يعني ارتفاع عالي 10 امتار تقريبا. بما الزئبق فلا احتاج الى ارتفاع عالي، فقط انه 3/4 المتر تكون كلش كافيه واقدر اقيس ضغط الجو، على الرغم من انه الزئبق ايضا بمخاطر، يعني من ناحيه السميه وغيرها، وايضا يكون اغلى من الماء، لكن يكون من الناحيه العمليه هو افضل من الماء. نجي على الزئبق. الزئبق طبعا هاي نفس المساله، بس انا حتى يعني مكان للحل اخلي ايش راح يصير هسه للزئبق. هذا ال H G هاي رمز الزئبق، ايش راح نحله؟ نقول يابا هو الضغط مالتنا، الضغط ال PA ضغط الجوي، مو يساوي للرو جي H، قلنا نفس المعادله. هنا ايش راح استخدم؟ التعجيل نفسه. الرو راح استخدمها مالت من؟ مال الزئبق. وال H مالت من؟ راح استخدم مال ال شو اسمه مال ال 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 الجي، هي التعجيل. الاتش الاتش ايضا هم ما زئبق استخدمها. لا لا الاتش مو طلعناها، الاتش ما زئبق هاي، اذا هسه كلها ما زئبق هاي ما ممتاز. اي مره للماء مره للزئبق، هذا زئبق وهذا ايضا زئبق، ماشي. فهنا الارتفاع راح يختلف عندي والكثافة ايضا راح تختلف. هو شيء يريد الارتفاع. زين نفس الشيء، بس ننتبه الشغلة مهمة. شوف خلي اريدكم وياي هسه اريدكم وياي، خلينا نجي نحل. ال PA ايش قد؟ 101
325 بالالف كيلو باسكال، اضربناها في 10 اس 3 قلنا ليش حتى نحولها باسكال، مو صحيح، هاي راحت. زين نجي على الطرف الايمن اللي هو رو جي اتش، الرو قد، لحظة 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 لحظة، هنا راح نختلف. ليش؟ لأنه الرو شنو هي الرو؟ كثافة يا كثافة؟ لا، هي الرو شنو؟ كثافة شنو؟ كثافة كتلية، كثافة كتلية، مو صحيح؟ احنا ايش كم كثافة عندنا؟ عندنا كتلية ووزنية وشنو بعد؟ ونسبية. بس انتبهوا طلاب، الرو هي شنو؟ كتلية، كتلية هاي شيء كتبت، والعدنا هاي يسموها الجاما وزنية اللي هي شنو عبارة؟ هاي هذه هاي هاي اثنيناتن هي جاما، لأن الكثافة الكتلية من تضربها بالتعجيل شو تصير؟ وزنية. يعني أنت هنا تقدر تقول جاما، عفوا، جاما في اتش، ممكن لو ممكن؟ ممكن. زين وعدنا إذا تتذكرون الـ SG الـ Specific Gravity اللي هي شنو؟ النسبية. زين هاي النسبيه شلون؟ هو ما مطي النسبيه، انا اريد الكتليه، شلون استخرج الكتليه؟ منو يتذكر؟ ها؟ فد لحظه، هسه نجي نقول الكثافه النسبيه لاي ماده شو تساوي لي؟ هسه لحظه، لا هسه انا على الكثافه النسبيه، الكثافه النسبيه لاي ماده شو تساوي؟ كثافه الماده اي ماده كانت، زئبق مو زئبق مو مشكله، على يا كثافة؟ على كثافة الماء. زين إذا أنا كثافة الماء عندي لو ما عندي؟ والكثافة النسبية مطيني إياها لو ما مطيني إياها؟ إيش بقى عندي؟ بقى عندي الكثافة الكتلية، طرفين وبسطين، طرفين وبسطين. فهن هسه إيش أكتب؟ يعني شلون أستخرجها؟ أكتب 13 لو أسوي فد عملية لازم. ممتاز، حكتبها بالأزرق، حكتبها بالأزرق. الرو حخليها بين قوسين، شو تساوي؟ تساوي specific gravity المل للزئبق في كثافة الماء، مو صحيح؟ مو لا مو مو. زين التعجيل هو 9.81 والH أنا أريده. زين هسه بس نجي نعوض الأرقام مال SG ومال رو، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 101.325 في 10 أس 3 يساوي 13.6 اللي هي شنو؟ الـ SG في كثافة الماء 10 أس 3 كيلوغرام على المتر المكعب في 9.81 عفوا في H. هسه طرفين وبسطين حتى استخرج الـ H، الـ H مالتي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي هذا المقدار اللي هو خلي خط كسر 101.325 في 10 أس 3، صح لو غلط؟ وهذا المقدار اللي هو بصف الاتش كله أجيبه أخليه بالمقام، يصير 13.6 في 10 أس 3، هاي هم راح تختصر طبعا عندنا، في 9.81، ها هي، مو صحيح؟ هسه شيء يصير اختصار، بس لا تنسون الوحدات تبقى من تختصر، هذا يروح ويا هذا، مو صحيح؟ يطلع ايش قد بالله حاصل؟ يعني الضرب بالقسم ايش قد يطلع هنا يساوي؟ ايش قد؟ عفوا ايش قد؟ ايش قد طلع؟ 76 0.75. هذا شنو وحداته؟ 0.5 متر، يعني كم سنتيمتر؟ يعني 75 سنتيمتر، لا 75 لان تضربه في 100 فيصير سنتيمتر. شوفوا الفرق، اذا استخدم ماء ايش كم متر يراد لي؟ يراد لي 10 امتار 0.3 تقريبا متر ارتفاع. اذا استخدم زئبق ايش يحتاج لي؟ يحتاج لي 76، هي مو 75، يعني جزء خطأ بالتقريب أو شيء، أي 76 سنتيمتر من الزئبق. شوف الفرق وين، 10 أمتار وين، وين 3/4 متر وين، 76 سنتيمتر. فلهذا استعرفتوا ليش نستخدم الزئبق؟ هنا شوف مسوي لك فد مثال مقارنة، هذا إنسان ارتفاع الإنسان، شوف الزئبق أقصى، يعني تقريبا
أقصر من ارتفاع الزئبق اللي معادل للضغط الجوي هو أقصر من الإنسان. لكن شوف الماء إيش كم مرة بقد الإنسان؟ تقريبا خلينا نقول 5 مرات، 5 مرات أو أكثر حسب طول الإنسان. ده تشوف شلون الفرق؟ واضح. زين. طبعا هاي هنا يعني التعليل يقول ليش نستخدم الزئبق؟ هاي خاف يجيكم تعليل. يقول لأن كثافة الزئبق كبيرة، كثافة الزئبق كبيرة مما يؤدي إلى تقليل ارتفاع. ها هنا ايش راح يعطينا؟ ايش راح يعني نستنتج من هذا الشيء؟ راح نستنتج أنه كلما انتبه أن هاي النقطة مهمة، كلما زادت كثافة السائل المستخدم في الباروميتر كلما قل الارتفاع المكافئ إلى الضغط الجوي. الزئبق أكثر كثافة، شوف ارتفاعه 76 سنتيمتر. الماء كثافته أقل، لا احتاجت 10 أمتار، يلا توفي لي شنو؟ تعادل لي يعني وزن هذا العمود، يلا يعادل لي الضغط الجوي. كلما قلت كثافة السائل المستخدم في الباروميتر كلما زاد الارتفاع المطلوب المعادل إلى الضغط الجوي. والمثال هو شنو؟ الماء والزئبق، خلوها دائما ببالكم. الزئبق هو أثقل من الماء، يعني كثافته أعلى. زين، نجي إلى موضوع، هسه خلصنا الباروميتر، نجي على موضوع آخر هو اسمه المانوميتر. المانوميتر يقول هو طريقة لقياس الضغط أو لقياس فرق الضغط، تتضمن استخدام عمود السائل في أنبوب عمودي. طبعا المانوميتر به أنواع، أكو منه عمودي، أكو منه مائل، أكو منه يسموه ديفرنشال، هسه راح ناخذها إن شاء الله. الشروط مالته شنو؟ أول شيء لازم السائل المستخدم به هو أثقل من المائع. يعني شنو؟ يعني مثلا أستخدم زئبق، من أي قيس ضغط غاز أو ضغط ماء؟ ما أستخدم ماء، أستخدم زئبق حتى يتركز عندي بالأسفل، هسه من ناخذها حتعرفون ليش. ولازم هم ما يمتزج بالسائل، يعني أنا مو أخلي سائل السائل اللي هو بالمقياس ما يختلط بالسائل اللي أريد أقيس ضغطه، ما يتفاعل، ما يختلط، ماشي؟ هاي الشروط الموجودة. أنواع كثيرة، البيزوميتر هسه راح نشرحها وأبسط أنواعه، والمانوميتر على شكل حرف يو يسموه يو تيوب مانوميتر، والمانوميتر التباين الديفرنشال مانوميتر، المانوميتر المائل يسموه الديكلايند أو شيء من هالقبيل. زين، نجي على البيزوميتر. البيزوميتر هو ابسط انواع المانوميترات، هيات هذا ولو يعني شويه فاتح، هذا ابسط انواع شنو؟ المانوميترات. يتكون من انبوب عمودي مفتوح من الاعلى، ذاك شنو كان البارومتر؟ كان مغلق من الاعلى، انتبهوا، هذا مفتوح من الاعلى، يعني شنو مفتوح؟ يعني معرض الى الضغط الجوي. زين، ومتصل من الاسفل بخزان، هذا الخزان اني اريد اقيس، يعني هذا الأنبوب وصلته بالخزان لأنه أريد أقيس عندي سائل هنا أو ما أريد أقيس ضغطه، مضغوط بضغط معين أريد أقيس ضغطه شقد، فمتصل بخزان يحتوي على السائل المراد قياس ضغطه. هاي هنا السائل اللي أريد أقيس أني ضغطه، هذا شنو؟ هذا ما يقيس لي الضغط الجوي. تشوفون الفروقات، الباروميتر يستخدم لقياس الضغط الجوي، المانوميتر يستخدم لقياس ضغط سائل معين، هاي راحت. الباروميتر مغلق من الأعلى، المانوميتر أو عفوا البيزوميتر شي يكون؟ يكون مفتوح من الأعلى، يعني هاي كمقارنة حتى لتيه بيناتهم. زين، يتم قياس ضغط السائل خطين جوا السائل هذا الذي في الخزان اللي هو هاي الكرة خلينا نسميها عند النقطة أي هنا حسب المعادلة التالية. هسه عوف المعادلة، خلينا نجي احنا نفصلها. الضغط عند النقطة أي ايش راح يساوي لي؟ خلينا نشوف شنو الضغوط المؤثرة على النقطة A. النقطة A هي أصلاً سائل مضغوط بضغط معين، مو صحيح؟ زين، هذا الضغط اللي عند النقطة A مساوي عند هذا الضغط لو ما مساوي عند هاي النقطة الأخرى؟ هاي إذا تشوفوها، خلينا نرجع على القاعدة مالتنا، شو تقول؟ النقاط الواقعة على مستوى أفقي واحد تكون الضغوط عندها شنو؟ متساوية. إذا النقطة أي ضغطها اللي أنا ما أعرف إيش قد أريد أقيسه مساوي إلى ضغط عند هاي النقطة، صح لو غلط؟ صح. زين، الضغط عند هاي النقطة إيش قد؟ شلون أحسبه؟ شلون أحسب الضغط عند هاي النقطة؟ أجي أقول الضغط عند هاي النقطة يساوي للرو جي اتش، يا رو مال هذا السائل،
سائل المقياس اللي هو استدعيت عليه احنا، هذا هنا مو قال لك سائل مقياس، هذا الارتفاع يا ارتفاع الاتش والتعجيل الارضي. فاذا عرفت هذا راح اقدر اعرف يعني بالاستعاضه ايش قد الضغط عند النقطه اي، لو ما اقدر اعرف بما انه هاي وهاي مساويات، الاي ويا هاي النقطه مساويه وهاي النقطه اعرف الضغط ايش قد عندها، فراح شنو راح بالاستعاضه اعرف الاي ايش قد. فايش راح يقول لك؟ يقول لك يابا البي اي اللي انا اريد اعرفها تساوي البي 1، هاي النقطه مسميها بي 1، هاي بي 0 مسميها اللي فوق، هاي بي 1 تساوي الضغط عند النقطه بي 1، والضغط عند النقطه بي 1 شو يساوي لي؟ يساوي لي الرو جي اتش، هاي الجاما شنو؟ عبارة عن شنو هاي الجاما؟ هاي الجاما وزني مين جاي؟ جاي من رو جي. فهو ايش كتب؟ قال اختصرها، ها اختصرها كثافة وزنية، هي هاي رو جي اتش بس اختصرها جاما اتش سواها. زين الجاما كثافة وزنية في الاتش اللي هو الارتفاع زائد، فشي لا تنسون هذا ايش قلنا؟ اوبن يعني معرض الى الضغط الجوي، ها لا مو بخار الماء، ضغط جوي عادي، ضغط جوي هذا اللي احنا هسه عايشين به. زين فهذا الضغط الجوي اجمع عويض، هذا الضغط الجوي اذا انت تريد هنا بضغط المقياس هذا راح تعتبره صفر، اذا تريده بالضغط المطلق هذا لا راح تقيسه مثلا 1 بار او 14.7 بي اس اي. تلاحظ شلون؟ يعني انت هنا الضغط تريده مطلق اخلي هذا الضغط الجوي مطلق، تريد ضغط مقياس اعتبر هذا صفر. زين ومن الجدير بالذكر ان بي او يعني بي زيرو قصدي يعبر عن الضغط الجوي والذي يمكن اعتباره صفرا انه في حال الضغط المقياس او 1 بوينت. طبعا هاي هنا اكو غلط، هاي شوي صايره لازم 10 اس 5 بس حتى تصلحوها، 10 اس 5 ساصلح لكم اياها اني في 10 اس 5 باسكال ضغط مطلق. تلاحظون شلون؟ خلينا نجي ناخذ المثال عليه. اول شيء قبل المثال خلينا نشوف شنو عيوبه هذا البيزوميتر. البيزوميتر طبعا شوفوا جهاز بسيط، هذا هنا بشكل اوضح يعني طلع لكم بشكل اوضح، يقيس ضغط السائل فقط. يعني شنو؟ يعني هنا ما اقدر اخلي غاز واقيسه، فقط يقيس ضغط السوائل، لانه اذا اخلي غاز هذا السائل راح يدخل على الغاز، وانا ايش قلنا؟ لازم ما يختلط ويا السائل اريد اقيسه، فهنا فقط يقيس السوائل. هاي اول عيب من عيوبه. العيب الثاني يقول يقيس الضغوط المنخفضة فقط، يعني ما اقدر اقيس هنا فالسائل جدا مضغوط ضغطه عالي، ليش؟ منو يقول لي؟ لانه ايش راح احتاج؟ راح احتاج هذا حتى لنفترض ما ينكسر، غير الانكسار شنو غير الكسر العفو، شنو اللي راح يصير عندي اذا هذا الضغط كلش عالي؟ راح احتاج هذا الانبوب يصير جدا عالي ارتفاعه، ليش؟ انه حتى يكافئ لي الضغط الموجود هنا. يعني احنا الضغط الجوي حسبناه اذا زئبق 76 سنتيمتر زئبق. زين اذا مثلا خلينا نقول فد 5 بار، 5 بار يعني خلينا نقول 5 ضغط جوي، 5 ضغط جوي يعني تحتاج 76 في 5، فهذا الانبوب يراد لك ارتفاع يصير 5 مرات بقد ال 76، يعني فد يوصل 4 امتار وكسر. زين يعني بعلو تقريبا غرفه ونص، هيك ارتفاع غرفه ونص، فيصير احتاج انبوب عالي، فهذا ما يقيس ضغوط عالية فقط ضغوط منخفضة. زين خوب اذا استخدمت ماي تحتاج 10 امتار. زين هنا يقيس ضغط السائل داخل الخزان في حال كونه اكبر من الضغط الجوي، يعني اذا هذا السائل ضغطه اقل من الضغط الجوي ايش راح يصير؟ راح يندفع هذا السائل، مو هنا عندي بس فد نقطة مهمة، هذا السائل راح يندفع وين؟ راح يندفع للداخل، فما راح يقيس لي الضغط. بينما اذا عندي يعني راح ينزل هذا مستوى، راح يصير راح يجي كله وين يتجمع؟ يتجمع هنا بعد ما عندي ارتفاع، لانه اقل من الضغط الجوي. هو هذا شلون يصير ارتفاع؟ عندي ضغط جوي، هذا ضغط معاكس، فايش راح يصير؟ راح يدفع السائل يدفع 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 الى ان يستقر عند مدى معين. زين اذا هو اقل من الضغط الجوي راح يشفطر السائل الى الداخل، فاذا هذا ايضا ما اقدر اقيس ضغط السائل داخل الخزان في حال كونه اكبر من الضغط في حال كونه اكبر من الضغط الجوي. ها اسف العفو انا بالمقلوب حكيتها. اذا كان ضغط السائل هنا اكبر من الضغط الجوي راح يدفع السائل للخارج، يعني السائل مو كان ما يستقر هنا
راح يندفع للخارج، راح يعني ينسكب في شيء خارج الانبوب. تلاحظون شلون؟ ليش؟ انا عندي هنا ضغط اعلى من الضغط الجوي. اذا هذا شنو يقيس؟ فقط في حال الضغط السائل اقل من الضغط الجوي. العفو، اسف، اكبر من الضغط الجوي، لكن مو بكميه عاليه. يعني هنا انا ايش فيه اليوم؟ اكبر من الضغط الجوي لكن مو كميه جدا عاليه بحيث يخرج خارج الانبوب. وبخلاف ذلك، يعني شنو بخلاف ذلك؟ يعني اذا كان هنا الضغط اقل من الضغط الجوي، هذا ضغط جوي، هنا عندي فوق ضغط جوي وعندي هنا اقل من الضغط الجوي، ايش تتصورون السائل شلون راح يصير؟ راح يجي يجرب هالاتجاه ويدخل وين؟ يدخل داخل هذا الخزان، وبالتالي ما راح احصل شيء. فاذا ثلاث عيوب من عيوب البيزوميتر. سؤال لكم، يقول ما ارتفاع عمود السائل في البيزوميتر عندما يكون ضغط السائل داخل الخزان مساويا للضغط الجوي؟ هاي شلون؟ شنو التفسير مالته؟ ارتفاع عمود السائل في البيزوميتر، هنا هذا الارتفاع، اذا هو دا يفترض، يقول لك الضغط داخل هذا الخزان مساوي الى الضغط الجوي، فشنو راح يصير؟ يعني لوين راح يوصل؟ لهنا مثلا؟ زين، خلينا نجي نحسبها. هو شي يريد ارتفاع، مو صحيح؟ نحسبها رياضيات، يريد ارتفاع، يريد ال H. زين، ال H هنا ايش قلنا؟ قلنا ال PA، ال PA خلينا نكتبها كابيتال لتر هيجي، ال PA شو تساوي لي؟ تساوي لي الضغط الجوي، ال P، ال PO زائدا رو جي اتش، مو صحيح؟ هو شي يريد ال H. من نجي هنا، هذا مساوي الى هذا، مو هو ده يقول لي؟ ده يقول لي ال PA مساوي للضغط الجوي. يعني ايش راح يصير عندي؟ راح يصير PA ناقصا ال P، هذا حوديها هنا اغير اشارتها، ايش تساوي لي؟ تساوي لي رو جي اتش، صح لو غلط؟ وياي مضبوط؟ صح لو ممتاز. ال PA ناقص P0 ايش قد تساوي لي؟ ده يقول لي مساويات هي، فحاصل طرحهم ايش قد يساوي؟ صفر. صفر. شو تساوي؟ رو جي اتش. زين، الرو لها قيمة لو ما لها قيمة؟ لها قيمة، مو؟ كثافة السائل. الجي لها قيمة لو ما لها قيمة؟ لها قيمة، 9.8. ايش بقى عندي حتى هذا يصير صفر؟ بقى عندي الاش لازم يصير صفر، فهنا الاش راح يصير عندي هنا صفر. صار واضح طلاب؟ فما راح يرتفع عندي السائل. في حال تساوي الضغط الجوي مع الضغط داخل الخزان، يكون ارتفاع عمود السائل في البيزوميتر مساوي للصفر. ليش؟ هذا البرهان مالتها. صار واضح طلاب؟ صار واضح؟ ممتاز. صار عندي شنو؟ صار عندي من صفحة ضغط الهواء وضغط هذا العمود مال الجازولين، هذا العمود مال الجازولين، ومن صفحة عندي ضغط فقط الجازولين اللي هو هذا عمود الجازولين. فصار عندي ضغط الهواء زائد ضغط الجازولين اللي هو داخل الخزان يساوي ضغط الجازولين بالأنبوب، هذا عبارة عن ضغط الجازولين بالأنبوب رو جي اتش. زين، انا نجي نشوف شنو اللي عندي وشنو اللي ما عندي. البي موجود مطيني 1.5 كيلو باسكال. الضغط مال جازولين اقدر احسبه لو ما اقدر احسبه؟ عندي الكثافه مال جازولين، هيات هاي الكثافه مال جازولين مطيني اياها، والارتفاع مطيني 1.5. زميلكم هسه تفضل قال انه نقدر نحسب نصه، ف 0.75. اذا هاي هم يعني هنا هذا شلون احسبه؟ الرو موجوده، الجي موجوده، الاتش هي ايش قد تساوي لي؟ 0.75 متر، منين جبناها؟ هذا كله 1.5، نصه ايش قد؟ 0.75. فاذا هذا الطرف كله صار كامل، يساوي الطرف الاخر، هاي الكثافه موجوده، التعجيل موجود، يريد فقط الارتفاع. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال PA اللي هو هذا هنا PA زائد رو جي اتش، مدري شنو هذا الرو جي اتش، شنو هياته مال هذا؟
بسمعون هنا انتبهوا طلاب، هذا الضغط هنا الضغط شو يساوي لي؟ رو جي اتش، هذا رو جي اتش هو شنو؟ البي جي اي، مو صحيح؟ وهاي الرو جي اتش مالت من؟ هاي هم البي مال جي اي، بس وين الجي اي؟ انا كاتب لك هيك شخطه بي، يعني داخل الانبوب بي. هسه بس تعوض ارقام وطرفين وبسطين راح يطلع لك الجي اتش اللي هو يريده ارتفاعه 0.97 متر، يعني تقريبا متر، واحد متر تقريبا. زين هذا خلصنا من عنده. نجي على شنو؟ على الجليسرين. الجليسرين نفس الحالة، بس شنو راح يصير عندي؟ الضغوطات المؤثرة على الجليسرين شنو هي؟ منو يقول لي؟ عندي الهواء هذا واحد، مو صحيح؟ والغازولين كل الغازولين، هذا ارتفاع الغازولين كله بيضغط لو ما بيضغط؟ بيضغط. اذا الغازولين كله ونصف شنو؟ الجليسرين اللي هو هذا صح له خطأ؟ هسه حكي له اني صح له خطأ؟ زين، فشحتاج الضغط الهواء، هذا ضغط الهواء، الضغط الغازولين كله كامل بعد ما اخذه 0.75، لا اخذه شنو؟ اخذه كله 1.5 لانه هو كامل، زائد ضغط الجليسرين لا هنا مطيني اياه 1 متر فاخذ شنو؟ نص متر. لو كان البيزوميتر موضوع بالاسفل، يعني هنا خلينا نقول موضوع بهاي النقطه، لا انا اقول لكم ناخذه كامل، لكن بما انه موضوع في الوسط فاخذ نص. زين اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي البي اي هاي نفسها، هاي البي اي نفسها 1.5 كيلو باسكال. طبعا هنا بس طلاب انتبهوا، 1.5 في 10 اس 3 ليش؟ دا احولها باسكال اني. زين زائدا ضغط الغازولين اللي هو شو يساوي لي؟ خلينا نشوف شو يساوي ضغط الغازولين. ضغط الغازولين يا محفوظين السلام والبقى شو يساوي لي؟ يساوي لي رو جي اتش، يا اتش الاتش مال الغازولين اللي هو داخل الخزان، هذا كله داخل الخزان، هذا الارتفاع، زائدا انتبهوا هنا زائدا رول الجليسرين اتش الجي، والاتش ايضا المن للجليسرين، هاي الاتش مالت من؟ مال غازولين. صار عندي معادله شويه صح طويله، اذني كلها شو تساوي لي؟ الضغوط هنا شو تساوي لي؟ تساوي لي ضغط هذا عمود هذا السائل اللي انا اعرف ارتفاعه، فاقول خلي امسح هاي حتى تصير هوسه. شو اريد اقول؟ اقول يابا صارت عندي معادله ضغط الهواء زائد ضغط الغازولين كله، هذا كله الغازولين زائد ضغط الجليسرين نصه اللي هو لهنا، المفروض يساوي لي او يعادل لي ضغط الجليسرين داخل الانبوب سي اللي هي الرو جي الاتش للجليسرين داخل الانبوب سي اللي هو هذا فقط. كل المعلومات عندي معلومة ما عدا شنو؟ ما عدا ال H اللي هو يريده. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال H هذا هنا كملها لي جوا تساوي 1.5 في 10 أس 3، هاي شنو هي؟ منو يقول لي؟ شنو هي هاي؟ يعني شو تمثل لي؟ صحيح بس يعني لا هاي ضغط الهواء، هذا ضغط الهواء، مو كاتب لكم ضغط الهواء؟ ضغط الهواء زائدا 680، هاي شنو هي 680؟ هذا السؤال مالتنا، وين 680؟ شنو هي 680؟ كثافة شنو؟ الغازولين 9.81، هذا تعجيل 1.5 شنو هو؟ مال غازولين. زين زائد 1260، هاي شنو 1260؟ كثافة الجليسرين، ممتاز، في 9.81 هذا التعجيل، في نص شنو؟ هذا النص، هذا المتر 1 متر، نص ايش قد؟ نص متر، خلاص. أقسمه على، ليش أقسمه؟ لأن احنا نريد الاتش، فهذا الطرف مال الاتش وين يصير؟ يصير بالمقام حتى يعني أطلع الاتش وحدها صافية. 1260 هي نفسها الجليسرين، كثافة الجليسرين والتعجيل، هذا التعجيل يطلع لي 1.43 متر،
هذا السؤال طلاب، نصيحة، حاول لا تباوع على الحل. هسه انت افتهمت الفكرة مالته، باوع فقط على الرسم وعلى السؤال، واقعد تحله بيدك، شوف تدبر انه تحله، لانه هذا سؤال جدا مهم. وطبعا هذا من الاسئله البسيطه، هسه تشوفون المانوميترات بها فد مسائل جدا جدا، يعني شو اقول لك، فد افكار جدا كثيره بها. فهذا السؤال نصيحه، هسه انا شرحت لك اياه، حاول لا تباوع على الحل، فقط باوع على السؤال وعلى الرسم، وحاول تحله. مره تحسب ارتفاع الجازولين، ومره تحسب لي ارتفاع الجليسرين. طبعا المانوميتر ايضا راح ناخذ على شكل حرف يو، اللي هو يوتيوب مانوميتر. هذا مانوميتر نوع ثاني، ذاك سميناه بيزوميتر، مجرد عنده خزان، هذا خزان مرتبط ويا انبوب. هذا الانبوب هو يسمون بيزوميتر، صح لو خطا. هنا هذا نوع اخر من المانوميترات. هذا شو يسوي؟ هذا على شكل حرف يو، شوف على شكل حرف يو. هذا شنو فرق عن ذاك؟ الفرق مالته انه عندنا راح نحسب هنا، يعني هذا كله راح يطرح، لانه النقطة هنا ضغطها نفس النقطة هنا. خل اشرح لكم اياها من البداية. يقول يتكون من انبوب على شكل حرف يو، احدى نهايتيه، يعني هاي واحدة من هاي نهاية وهاي نهاية، واحدة من النهايتين وين مرتبطة؟ مرتبطة بالنقطة أو بالخزان المراد قياس الضغط عنده، هاي. ونهايته الأخرى اللي هي هاي النهاية الأخرى مالته مفتوحة تحت تأثير الضغط الجوي، إذا هذا أيضا يكون مفتوح تحت الضغط الجوي، تحت تأثير الضغط الجوي. يقول يحتوي على سائل، هذا السائل اللي هو باللون الوردي الغامق، هذا السائل يدعى سائل المقياس، يسموه جيج فلويد. كثافته النسبيه تكون لازم دائما اعلى من الكثافه النسبيه للمائع، ليش؟ انه هو دائما احنا نريده مستقر بالاسفل، اذا المائع هذا كثافته النسبيه اعلى ايش راح يصير؟ راح هو ينزل بالاسفل، فاحنا سائل المقياس هو دائما بالاسفل، فلازم تكون كثافته النسبيه عاليه، ولهذا يستخدمون عاده الزئبق. زين، هنا شنو اللي راح يصير؟ راح يصير عندي ضغط جوي، ضغط جوي. وهنا شنو عندي؟ عندي ضغط أنا أريد أقيسه، ضغط مجهول أنا أريد أقيسه. زين، هنا ايش راح يصير؟ السائل هذا راح يتحرك باتجاه معين إلى أن يصل إلى مقدار ويستقر عند ارتفاع معين، إلى أن يكون ضغط عمود السائل هذا الـ H2 مساوي إلى ضغط المائع الموجود داخل الخزان زائدا ضغط ال H1. هذا ال H1 هم بيضغط، مو صحيح؟ زين، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي طبعا حالتين. الحالة الأولى إذا عندي هنا، تخيلوا هيك، يعني تخيلوا هذا الضغط اللي داخل الخزان اللي هي ال B أعلى من الضغط الجوي، ايش راح يصير؟ راح يدفع السائل ويرفعه للأعلى إلى مقدار طبعا معين، إلى أن يعني تتساوى الضغوط، بعد يستقر السائل عند ارتفاع معين. هذا في حال الضغط، شوف ايش كاتب لك، فور جيج بريشر، يعني شنو؟ يعني اكو جيج بريشر، يعني الضغط أعلى من الضغط الجوي. الضغط أكبر من الضغط الجوي، يا ضغط، الضغط داخل هاي الخزان بي، هذا الخزان. بالحالة هاي الثانية ايش راح يصير؟ يقول لا، vacuum pressure، يعني هنا الضغط منخفض عن الضغط الجوي، فالضغط بالخزان بي أصغر من الضغط الجوي. شنو اللي تصوره راح يصير؟ شوف الفرق، راح الضغط الجوي أعلى، فراح يدفع السائل بالعكس، راح يحركه بهالاتجاه إلى أن يستقر عند ارتفاع معين. زين، هنا السؤال، شلون أعرف الضغط عند هاي النقطة بي أو عند هاي النقطة بي؟ خلينا نجي على الحالة الأولى اللي هي على اليسار صايرة، الأي. إيش راح يصير عندي هنا؟ راح نجي نقول يابا خلينا نشوف الضغط عند هاي النقطة، مساوي للضغط عند هاي النقطة، ليش؟ لأن السوائل قلنا إذا في مستوى أفقي واحد شو يكون الضغط عندها؟ يكون الضغط متساوي. فإذا هاي النقطة وهاي النقطة متساويات بالضغط. إيش بقى عندي؟ بقى عندي هذا الـ H2
ارتفاع عمود السائل او ضغط عمود السائل اللي ارتفاعه H2 المفروض يساوي لي ضغط البي، الضغط السائل داخل البي او ضغط الماء يكون داخل البي مضاف اليه ضغط السائل نفسه هذا، لكن شنو ال H1. فراح تصير المعادله كالاتي، راح تصير المعادله الضغط عند النقطه بي هذا اللي انا اريدها مجهوله مضاف إلها. ليش مضاف إلها؟ لأنه إذا تلاحظون هذا دا يضغط وهذا أيضا دا يضغط، فمضاف إلها ضغط ال H1 اللي هو شنو؟ رو جي H1، صح لو خطأ؟ المفروض ذني الضغطين معادلة لمن؟ للطرف الآخر اللي هو الرو جي H2. هسه واحد يقول لي زين أجمع الضغط الجوي لو ما أجمعه؟ أقول له إذا أنت تقيس ضغط مقياس فانت لازم شنو تعتبره صفر الضغط الجوي، اذا تقيس ضغط مطلق لا تعطيه قيمه الحقيقيه، قيمته الحقيقيه اللي 14.7 باوند بالانج المربع. هنا هو شو يريد؟ يريد هسه الضغط عند النقطه هذا بي. زين هسه اقدر استخرج هنا ما اقدر؟ اجيب كل بساطه هذا انبوبه مدرجه بها ارتفاع، فاجي هنا ايش راح يصير؟ راح يصير الضغط عند النقطه بي بس مجرد ارتبها المعادله مالتي راح يساوي لي رو جي اتش 2 هذا ناقصا اجيب هذا المقدار واحول اشارته ناقصا رو جي اتش 1. زين هنا اقدر اطلع عامل مشترك لو ما اقدر؟ الرو والجي اقدر اطلعهن عامل مشترك، ايش يبقى عندي؟ اتش 2 ناقصا اتش 1. صح لو غلط؟ قدرت تعرف ضغط النقطة لو ما قدرت تعرف ضغط النقطة؟ قدرت تعرف ضغط النقطة. إذن رو جي اتش، رو جي في فرق الارتفاع، في فرق الارتفاع. يا فرق الارتفاع، هسه واحد يقول لي شلون يعني فرق الارتفاع؟ يعني المقصود به أنه هذا الارتفاع راح يصير عندك، يعني ال H2 كله مطروح من عنده ال H1، فيبقى لي فقط هذا الارتفاع. تلاحظون شلون هو راح يمثل لي ال شو اسمه، راح يمثل لي الضغط داخل ال. هسه ليش واحد يقول لي؟ اقول له يابا مو هو هذا منا لهنا هم الضغط متساوي، فاذا الفرق هو صار عندي هذا الفرق، هذا الفرق. شلون اطلع الفرق؟ عندي ارتفاع كامل H2 للشعب لهنا زين، وعندي ال H1 فاطرح ال H1 من عندي يبقى لي فقط الارتفاع اللي هو اللي استخدمه. يعني مو تستخدم لي ال H2 طلاب من اجيب لك مساله، مو تستخدم ال H2 لا تشوف ال H1 ايش قد، مو ال H1 اذا له قيمه، اذا مثلا شو وقت تستخدم فقط ال H2؟ اذا كان ال H1 ويا هنا ويا هذا الخط صاير، يعني هذا السائل نازل ويا هذا الخط ارتفاعه صفر تقدر تستخدم ال H2، لكن انت اذا اكو ارتفاع معين لازم تطرحه، لازم تطرحه. زين هاي الحالة الأولى، الحالة الثانية هاي شلون؟ الحالة الثانية هاي من يعني الرسم المجاور الرسم B for vacuum pressure اللي هو شنو؟ الضغط أقل من الضغط الجوي. هذا شلون أحسبه؟ لا تدوخ ولا يعني ترتبك، راح تجي تقول يابا أجي أحسب الضغوط، شوف الضغوط الموجودة شنو عندي. زين خلينا نجي نشوف الضغوط شنو عندي. البي بي هو يريد، هو شو يريد؟ البي بي. طبعا هو مو شرط دائما البي بي، يجوز يعطيك البي بي يريد الاتش، بس احنا بنحكي بشكل عام. البي بي ايش راح يساوي لي؟ البي بي ضغط زائد الاتش، الاتش 2 هذا الاتش 2 بيضغط لو ما بيضغط؟ بيضغط، فاقول رو جي اتش 2. زين هنا رو جي اتش 2، زين هنا بالطرف الاخر شنو عندي؟ بالطرف الاخر يساوي هنا شنو عندي؟ عندي فقط ضغط جوي، ما عندي ارتفاع هنا، عندي فقط ضغط جوي. صحيح لو غلط؟ اذا شو اقول؟ الضغط الجوي اذا على ضغط المقياس يعني نكتبه بي بي صفر، يعني ضغط نعتبره صفر. فش راح يصير؟ كأنما راح يصير عندي البي بي يساوي
ماينس رو جي اتش 2. ليش ماينس؟ هو الضغط احنا بي ماينس وبي بلس، يعني بي كمية اتجاهية الضغط. منو يقول لي؟ ها، من يطلع بالماينس معناتها اقل من الضغط الجوي، فصار عندي تخلخل، هو حال هاي التخلخل. فشلون احس به؟ رو جي اتش، لكن راح يطلع لي بالماينس بالسالب. فهنا شوف هنا شو يقول، يقول هاي مكرره، يمكن الصفحه نفسها مكرره. هنا مطيك سؤال حتى نختم به المحاضره مالتنا على السريع. هنا شو يقول؟ يقول خزان مغلق، خزان هذا مغلق يحتوي على هواء مضغوط، نفس السؤال السابق، وزيت، هذا الاويل اللي هو الزيت. الزيت كثافته النسبيه 0.91 كثافته النسبيه للسبيسيفيك جرافيتي. انتبهوا، استخدم مانوميتر زئبقي، كثافته النسبيه ايش قد الزئبق؟ 13.6 بوحدات، ما بوحدات، ليش؟ الكثافه النسبيه خاليه من الوحدات، كثافه كتليه على كثافه كتليه. زين، استخدم مانوميتر زئبقي، كثافه الزئبق هالقد النسبيه، على شكل يو لقياس ضغط الهواء داخل الخزان. يريد يقيس الضغط هنا داخل الخزان. يقول احسب ضغط الهواء داخل الخزان بقراءه المقياس. يعني شنو بقراءه؟ يعني اعتبر لي الضغط الجوي ايش قد يساوي لي، اعتبره صفر، هذا يساعدك، قال لك اعتبر لي صفر لا تدوخ به. زين، اذا علمت بان ارتفاع عمود الزيت، يا زيت هذا الزيت الاتش، هو كاتب لي ارتفاع عمود الزيت اللي هو الاتش 1، هذا 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 من هنا الى هنا 91 سنتيمتر، وارتفاع عمود الزيت اتش 2 اللي هو من هنا الى هنا 15 سنتيمتر، وارتفاع عمود الزئبق، يا هو الزئبق هذا الاتش 3 23 سنتيمتر. شو يريد هو؟ يريد ضغط الهواء، خلينا نجي نسوي المعادلة مالتنا، بس اريدكم وياي تساعدوني، عوفوا هذا هسه انسوه، خلينا احنا نكتبها وحدنا وياي اريدكم. هسه شلون احل السؤال؟ نجي نشوف الضغوط اللي خلينا نقول بهالاتجاه، ولو هي ما بها اتجاه بس هيك نتخيلها يعني، والضغوط اللي بهالاتجاه، مو صحيح؟ زين، هسه الضغوط، منو يقول لي شنو الضغوط اللي على، يعني شلون كفتي ميزان احنا خلينا نقول، فالضغوط اللي منا شنو هي؟ ها؟ بس ضغط ضغط شنو؟ الاويل اللي هو الزيت، ضغط الاويل، بعد مو ضغط جوي هذا، هذا هواء يعني مضغوط بيضغط ضغط معين، هو ما نعرف ايش قد، هو احنا نريده البيئة. هذا بعد شنو عندنا؟ عندنا شيء بعد؟ عندنا هذا، هذا الارتفاع ما بيضغط. ها، خلي اوكي اوكي، خلينا نمشي على البساطة اللي مشيتوا بها انتو. ضغط الاويل زائد ضغط الاير ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي، شو يساوي لي؟ منو يقول لي؟ يعني شيء عادل لي هسه، غير هي ضغط، ضغط الزئبق اللي هو شنو؟ خلينا نكتبه في هذا في اتش جي، ضغط الزئبق، هسه نجي نفصلها لجوي. زين، نجي البي ار هنا راح اكتبها لي قدام، حتى لان هو حتى شلون مجهول يعني، هذا البي ار هنا هو يريدها، والبي قلنا الاويل. هسه نجي البي ار هاي نكتبها هيجي، بي اي حكتبها او هيجي، زائدا البي اويل شو تساوي لي؟ شلون احسبها؟ كلش ممتاز، رو جي يا اتش، يا اتش ال اتش 1 لو ال اتش 2 متينتن هي اويل. ها، ليش ال اتش 2؟ لا ليش مو هذا، هذا كله دا يسبب لي ضغط، وهذا هم دا يسبب لي ضغط، ارتفاع موجود دا يسبب لي ضغط. كلش ممتاز، كلش ممتاز، اتش 1 زائد اتش 2 هذا من هو؟ هذا مال اويل والهواء. زين، هسه هنا بعد عندي شيء، الهواء حسبته والاويل حسبته بارتفاعه. نجي هذا الارتفاع احسبه لو ما احسبه؟ نعم عين، تفضل. لا لا، هسه قلت لكم افتح لكم اياه، بس صبروا علي، بس اخلص المحاضره، مو ما اقدر اطلع كل ساعه اروح. اي بس ذكرني، ذكرني وانا
تدلل. زين هنا هنا هذا الارتفاع احسبه لو ما احسبه؟ اريد فد واحد ذكي يجاوبني. هذا مو ارتفاع احسبه لو ما احسبه؟ ليش؟ سؤال ليش؟ انا اجاوبكم ليش؟ لانه هذا الارتفاع اكو ارتفاع اخر مقابل اليه مساوي اليه، اذا عندي ضغط هنا وعندي ضغط معاكس هنا، طبعا يعني هاي من باب التسامح اقول لكم معاكس، هي كميه غير اتجاهيه. فهذا الضغط في حاله اتزان ويا هذا الضغط، فهنا راح يكون شنو في مستوى واحد؟ ايش وقت يتزن؟ من عندي زين اقدر هذا الضغط الغي ويا هذا؟ ليش هذا الغيته هذا ما الغيه؟ منو يقول لي؟ كلش ممتاز، كلش ممتاز، كلش ممتاز. هنا عندي الزئبق هو نفس الزئبق، ما عندي مشكله به. الضغط هنا مساوي الى الضغط هنا، ففرق الضغط صفر. بس هنا هذا الزئبق وهذا زيت، فكثافه الزئبق تفرق عن كثافه الزيت. يعني الضغط مو بس يحكم الارتفاع، يحكم الارتفاع والتعجيل والشنو والكثافه. ها فمن عندك دائما خلي في بالك في مسائل مانوميترات، من عندك سائل واحد متساوي الارتفاع تقدر تخليه صفر، تصفره ما تاخذه من نظر الاعتبار، تطرحه يعني. بس اذا كانت كثافات مختلفه لا، ذاك الوقت تختلف. فهسه هذا شنو؟ هذا وين اطفر؟ هسه انا حسبت هذا وحسبت هذا وحسبت هذا، جيت على هذا شفته متزن طرحته. زين اجي وصلت الثاني لهنا، منا الى هنا هذا ال H3 بيرتفع لو ما بيرتفع؟ بيرتفع. اذا اقول شنو؟ يساوي هذا الطرف الاخر راح يصير. ليش طرف اخر؟ لانه هاي كل الضغوطات هي دا تضغط السائل للاسفل، بينما هذا دا يضغطها بالاتجاه المعاكس، هم للاسفل لكن باتجاه المعاكس. فايش راح يصير عندي؟ الـ يساوي رو، المن هي رو؟ هاي الرو للاويل طبعا، هنا هاي الرو للاويل، هاي الرو للزئبق يا جي، هي جي نفسها ثابته، ال H يا H H3. صار واضح طلاب؟ خلينا نرجع هنا للحل مالتنا. هنا ايش راح يصير؟ يقول لك ال P air زائد P oil، هيات كتبناها، تساوي ال P G زائد P atmosphere اللي هو الضغط الجوي. احنا هنا ما كتبناها لان اعتبرناها صفر. ال P air ايش راح يساوي؟ يساوي لي هاي شنو هذا الرمز؟ هذا الجاما يعني هو رو جي، هذا الرو جي يرمز له رمز جاما، كثافه وزنيه. فانت مخير، تريد كثافه وزنيه تستخدم، تريد كثافه كتليه مضروبه بالتعجيل. فجاما اويل للاويل زائد اتش زائد اتش1 زائد اتش2، هياته اتش1 زائد اتش2 يساوي الجاما المن للروجي، هي جاما للزئبق في الاتش3 زائد صفر. ليش؟ انده يقول لك ضغط بقراءه المقياس، يعني معناته الضغط الجوي تعتبره صفر زائد صفر. أنا هنا ما كتبت لأنه اعتبرته صفر. بعدين شو يقول لك؟ ضغط الهواء يساوي ها هنا الجاما من جاية؟ جاية من طبعا الجاما العفو السبيسيفيك جرافيتي، هاي سبيسيفيك جرافيتي تساوي لو كثافة كتلية على كثافة كتلية للماء. هسه هسه اصبر عليه، هسه افتح لك اياه بس خليني اخلص المحاضرة. ظاهرا غلقت الاستمارة. اس جي هاي شو تساوي؟ تساوي الكثافة على كثافة الماء، مو صحيح أي كثافة مال أي مادة على كثافة الماء الكتلية. ونقدر أيضا ضربتها هاي بالتعجيل وهاي بالتعجيل، ايش راح يصير؟ كثافة وزنية لأي شيء على كثافة وزنية لمن؟ للماء. ايوه بدي أكتب ماء هيجي. كثافة وزنية لمن؟ للماء، صح لو غلط؟ فهنا هو ايش منطيني؟ يريد يلعبني، ايش منطيني؟ منطيني كثافة النسبية. فلازم شو اسوي؟ اضربها في كثافة الماء الكتلية الوزنية. فكثافة نسبية في كثافة وزنية الماء، طلعت لي الكثافة كأنما هي الروجي كلها طلعت لي. شوف ما ضارب بالتعجيل لأنه وزنية، هاي الوزنية قلنا شو تساوي؟ تساوي روجي. زين في H1 زائد H2 يساوي هذا الطرف الآخر الـ SG المن للزئبق في الماء، هاي كأنما طاني الروجي، وتساوي الجاما المن للزئبق في ال H، هيات هاي نفس هاي زائدا صفر. هسه المعلومات موجوده كلها عندي؟ نعم موجوده. ليش؟ لانه الكثافه ال S G موجود مطينيه. الكثافه الوزنيه للماء ايش قد؟
من يقول لي كثافة الوزنية للماء؟ ايش قال الطلاب؟ لا لا، واحد شنو وحدات الطيني؟ اي لا، واحد غرام السنتيمتر المكعب، هاي كتلية، او الف كيلوغرام على المتر المكعب، هاي شنو؟ هاي كلها كتلية، هاي كتلية، هاي رو. انا شنو هسه دا احسب القامة اللي هي الوزنية، الوزنية شو تساوي؟ هذه الكتلية نفسها في شنو؟ في التعجيل. ايش قد تساوي؟ 9810، 9800، ماكو مشكلة، التقريب ما بيها مشكلة. بالنتيجة هاي انا مستخدمها هنا يمكن 9800. فالكثافة النسبية المن للزئبق في الكثافة الوزنية، هاي الكثافة الوزنية المن واللي تساوي لنا قلنا روجي، بعد ما يحتاج تعجيل، ليش؟ انا اوريدي ضربها بالتعجيل للماء، هاي طلعت لي كثافة الوزنية للزئبق في الارتفاع. هذا شنو ارتفاع؟ ها هنا شنو قسم لي على 100، ليش؟ لانه عندي لازم احوله متر، لانه هاي كيلوغرام على المتر المكعب، مو صحيح، نيوتن على المتر المكعب، فعندي متر، فلازم هاي احولها متر، وعندي لازم هاي ايضا احولها متر، وعندي هاي احولها متر، اقسمها على 100. فبس تعوض ارقام راح يطلع لك الضغط الهواء داخل الخزان بالباسكال، من تحوله للضغط الجوي تحوله يطلع لك 0.209 ضغط جوي. ما ادري طلاب يعني صارت واضحه المسائل لو شويه صار بيها اشكال. الله يسلمك. اللي اريد منكم شنو طلاب؟ اريد منكم تقروها المحاضره يعني ورا ما هسه مش شرحناها، اقروها زين، لان تدرون مرات الانسان يعني انا من الناس مثلا نقعد بمحاضره مو دائما كل شيء استقبل، يعني اللي دا يشرح مو مثل اللي دا يستقبل، مرات استقبال مثلا واحد مو كل شيء يستقبل زين، فشو تسوي انت؟ اقرا المحاضره مره ثانيه، الفيديو ان شاء الله يعني لو اليوم لو باكر احاول ارتبه وانا ادز لكم اياه، حتى شنو؟ حتى تفتهمها. اذا نصيحه من اخ الاخوته، المواد مثل المواعي او غير المواعي لا تخليها تتراكم عليك بيوم الامتحان، لانه بيوم الامتحان ما راح تقدر تفهم هالكم الهائل من المعلومات. مثل بالضبط مثل واحد جوعان وانت تجي جدريه دولمه كلها تخليها بحلقه، هذا كل شيء ما راح يموت، ما راح يفتهم، بينما اذا تعطيه لقمه راح يقدر يستسيغها ويحس بطعمها. فالعلم نفس الشيء، العلم شوية راح تقدر تستسيغها وتحس بطعمها، بينما اذا اجاك دفعه واحده كل شيء ما راح تفتهم من عنده. فرجاء طلاب اقروا المحاضره، عندكم اي سؤال اي استفسار ايميل يمكم، اتفضلي.